الصعود لخط الهجوم ماشي الاكتفاء بالدفاع فقط. هذه ربما المسائل انت سبق لك انت لاعب فؤاد عسوق، مسائل ربما اللي تجي من عند اللاعبين، اللاعبين ما كتكونش بعد الاحيان تعليمات من المدرب، خصوصا انه تحت الضغط ديال النتائج وكيشوف فريق الوداد بانه ضاغط على الشادلي من تلقاء انفسهم كيحاولوا باش يديروا يد المساعده للدفاع، وهذا خطا لانه كيخلي مساحات كبيره للفريق الوداد وكيخليهم مرتاحين شيء. هذه محاوله الفائده فريق الجيش الملكي، محاوله والهدف الاول، الهدف الاول لفائده فريق الجيش الملكي. يعني كان دفاع لفريق الوداد ولكن كان بخبرة جواد ودوش كان يعني ممكن يخلق الخطورة في أي لحظة على فريق الوداد من خلال مرتد مضاد ودوش يسجل الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي. ولا كان ودوش بوحده في الهجوم، فمصطفى مديح كان أدرى بأنه هذا اللاعب قادر في أي وقت من الأوقات باش يدير الفريق، رغم أنه الوجود ديالو لوحده في جبهة الهجوم. غير إلى نشوفوا بالإعادة العملية، فجواد ودوش بواحد تقنية كبيرة وواحد برودة الدم يسجل الهدف، هذه خبرة اللاعبين الكبار. لاعب كجواد ودوش يعني يمكن